انا كابتن ساره حفيظ اولا، وبعد كده نروح للاهداف الخاصه بالنادي الاهلي. اتفضل كابتن سيد معانا على التليفون. طيب كابتن سيد، مساء الخير يا كابتن سيد. تلفونك الفاروق ازيك؟ تحياتي ليك ومبروك النهارده، 5 اهداف مميزين ما شاء الله. الحمد لله، بس تحياتي ليكم اللي في الاستوديو. ما اعرفش مين والله. كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن ربيع، كابتن عادل، كابتن فعلا كابتن شريف. شريف عبد المنعم، كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف يا كابتن، مبروك كابتن. الله يبارك فيك، الله يخليك كابتن. فوز مهم النهارده و3 نقاط، بنوصل يعني او بنوسع الفارق ما بيننا وما بين اقرب المنافسين الاسماعيلي 20 نقطه. يعني اكيد النهارده كان الهدف، ودايما الهدف الفريق الاهلي هو 3 نقاط، وطبعا الحصول على البطوله ده الاهم بالنسبه لنا كابتن سيد. الو، سامعني كابتن سيد؟ سامعك. يعني بما معنى ان انا بقوله كابتن، ان احنا اهم حاجه بالنسبه لنا في كل مباراه هو ال3 نقاط، بغض النظر عن الفريق اللي قدامنا ايه، وفي نفس الوقت الاهم ان احنا نحصل على بطوله الدوري، ولحد ما عايزين نستريح بدري شويه كابتن سيد، يعني من يعني الاسابيع القادمه ان شاء الله يكون فيها حسم بشكل كبير. يا رب. طبعا يعني هي مباراه، طبعا المباراه المهمه في المرحله اللي احنا فيها، وكانت يمكن صعوبتها كمان ان انت لاعب من 48 ساعه بس، مباراه في اسكندريه مع الاسيوطي على برج العرب، وحتى التشكيل اللي بدات فيها يمكن ما فيش غير 4 بس اللي كانوا بداوا في مباراه الاسيوطي، اللي هو وليد ازارو واجاييه وعمرو السوليه وايمن اشرف. لكن مش مساله الكلام اللي هقوله كل مره، ان احنا عندنا ثقه في المجموعه ككل والناس كلها واحد بالنسبه لنا، لكن شكل الفرقه وتنظيم الفرقه وهويه الفرقه وشخصيه الفرقه موجوده على طول. ايا كانت الغيابات وايا كانت المؤثرات وايا كانت الاصابات، لكن الهويه موجوده. اللي عايز اقوله دايما ان يعني ممكن نكون بنقرب، ممكن نكون في الخطوات النهائيه او الختاميه اللي انت تحسم البطوله، لكن لحد دلوقتي النتيجه لسه ما اتعلمتش ولسه ما خلصناش. وانا عارف ان احنا عندنا مباراه صعبه، المباراه اللي جايه مباراه في منتهى القوه، انتاج طبعا جديه ومنتهى الجديه مع فرقه الانتاج الحربي، فرقه من الفرق برضو اللي هي عندها بتشتغل بكتله واحده، سواء كان على المستوى الهجومي او الدفاعي مع كابتن مختار طبعا عامل معاهم موسم رائع جدا. فانا عارف ان احنا عندنا مباراه او هتقابلنا مباراه مش سهله ابدا، مباراه الانتاج الحربي، فلازم نستعدلها كويس ولازم نشتغل عليها كويس. طيب كابتن سيد، يعني اهم المكاسب النهارده من وجهه نظر كابتن سيد اللي حققها الفريق يعني بعد الفوز كمان؟ يعني بص، يعني طبعا هو المكتب اهم حاجه طبعا وكل شيء، لكن عندك مروان محسن بياخد بشكل كويس، عندك حسام غالي بياخد بشكل كويس، عندك كريم بياخد بشكل كويس، يعني كل ده دي مكاسب على المستوى الفردي، لكن دايما المكاسب الجماعيه او المكتب الجماعي بالنسبه لنا هو الاهم يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، احنا مش عايز اقول الكلام بقوله كل مره، اللي هو يعني احنا عندنا ثقه في المجموعه ككل، وايا كان الغيابات او الايقافات او المؤثرات الخارجيه ما بتبقاش، مش عايز اقول مش فارقه معانا قوي، لكن في نفس الوقت يعني ايه الهويه بتاعت الفرقه. انت تريح النهارده احمد فتحي بتريح، محمد الشناوي، عبد الله مصاب، المجموعه المصابه قبل كده كلهم عشان ما يبقاش ناسي حد، بتخرج النهارده باقه، لكن الشخصيه بتاعت الفرقه موجوده، ما بتحسش ابدا ان في غيابات بشكل كبير في الفرقه يعني. لكن لما بيرجع كل ده او العدد ده دايما بتحس بيزودوك قوه على قوتك يعني. صحيح كابتن، انا يمكن هاخدك في حته فنيه، طبعا انت نجم كبير كابتن سيد، ونجم يعني واحد فوق العاده. وليد سليمان، يعني النهارده انتوا وجهه نظر مثلا كابتن حسام بدري، ان هو بالرغم ان هو بينزل وبيأدي بشكل كويس وبيبقى يعني ما بنقول ان احنا وليد بيحلل بالنسبه لحلول كابتن حسام، النهارده وليد ما اشتركش بشكل ما، وده في حد ذاته هل يعني ده لراحته ولا مثلا الجزء الفني هو اللي غلب على تغييرات كابتن حسام؟ تغييرات فنيه طبعا، لكن كابتن حسام بدري بيبقى عامل حسابات لحاجات كتير قوي يعني. ممكن تبقى انت كمحلل او متابع او حتى لعيب ما بتبقاش يعني مركز فيها زي المدير الفني. المدير الفني بيبقى له حسابات، وخصوصا مع الموسم اللي احنا فيه ده يا فاروق، الموسم اللي احنا فيه ده وتلاحق المباريات والفتره الزمنيه اللي ما بين المباراه والثانيه، يعني الفتره الصغيره اللي زي كده بيبقى فيها بيبقى لها رؤيه كبيره. لكن اللي انا عايز اوصل له او اقوله يعني الهم بالنسبه لنا، واللعيبه عارفه كده واللعيبه حافظه ده، اهم حاجه بالنسبه لنا مصلحه الفرقه. صحيح. الفرقه بالنسبه لنا هي النجم. حقيقي. طب كابتن سيد، هاخدك بقى لجزئيه، طبعا الحمد لله يمكن ابتدت بشار وجود الجماهير عندنا في بطوله افريقيا، هل في مشكله في حته الاعداد يا كابتن ما بين الجهات الامنيه والنادي الاهلي؟ لا، ما اعتقدش ان في مشكله ولا حاجه، لكن يعني دي بتبقى خاصه بقى باداره النادي كاداره او الناس المسؤوله عندنا في النادي، كان يعني محمد دي مرجان او الاداره كمجلس اداره بترتيبات من الجهات الامنيه. يعني انا مش يعني اتمنى طبعا الاستاد يتقفل والاستاد يكون مليان لحد اخر يوم المباراه. صحيح. اللي هتبقى يوم 6 باذن الله تعالى، وبنستعدلها بشكل كويس، وكمان
يعني بشكر السفير احمد بكر سافرنا في الجابون، والسفير هشام ناجي سافرنا في بوركينا فاسو، لان هم ادونا معلومات كبيره جدا جدا. سيد معوض كمان راح يتفرج النهارده وهيرجع لنا يوم 22 او هيتفرج على المباراه اللي هتقام يوم 21. لكن انا على المستوى الشخصي طبعا وكجهاز ومصلحتنا وكلعيبه ان الاستاد يكون مقفول ايا كان العدد، لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون مستعدين للمباراه بشكل استاد القاهره. كابتن خلاص ها كابتن بدري بدري استاد القاهره كابتن خلاص ها افضل قرار احنا اختيارنا ده ان شاء الله. لكن برضه يا كابتن فاروق مش عايزه اروح لمباراه افريقيا دلوقتي، طبعا بنلمس عليها وبنحاول. طبعا انا بطمن بس لحضرتك هي مباراه الانتاج الحد اللي جاي حقيقه يا كابتن. يا رب التوفيق يا كابتن سيد، وموفقين ان شاء الله وحاسم الدوري بدري. يعني عايزينكم تقعدونا بالحته دي، لان انتوا انا عارف انتوا قاضين على زيكو زيه. عبد الله السعيد اخباره يا كابتن؟ صحيح عبد الله شد خفيف في العضله الخلفيه، هيزيد من 10 ل 12 يوم ان شاء الله، وباذن الله يبقى في فتره يعني على اخر الشهر باذن الله يكون معانا ان شاء الله، يلحق افريقيا يعني كابتن ان شاء الله. الله المستعان ان شاء الله. كابتن توفيق كابتن سيد، شاكر جدا. شكرا كابتن سيد حفيظ طبعا مدير الكره بالنادي.